في البدء خالص التعازي لجماهير الشعب السوداني وامنيات الصحة والعافية لكل الجرحى والمصابين، عودة حميدة لكل المفقودين. نعم كل مستشفيات السودان تترنح تتفاقط الواحد تلو الآخر. النظام الصحي يترنح الانهيار تماما في كل دقيقة. هذه الحرب العبثية تستمر لليوم التاسع على التوالي. المرضى يعانون الويلات، إما يعني لم يجدوا طريقا إلى هذه المستشفيات. طرفي الصراع في السودان يضعوا المرضى السودانيين أمام خيارين، إما الموت بالرصاص أو الموت بالمرض. عدد كبير من المرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة داخل منازلهم، وقطاع التيار الكهربائي أدى إلى فساد أدويتهم مثل أنسولين مثلا. طيب المستشفيات أيضا هي الأخرى. يعني من لم يمت من المعارك ربما من الممكن أن يتوفى في منزله بسبب عدم تأمين الأدوية أو المستلزمات الطبية. أسألك دكتور عطية عن آخر تحديث لعدد الضحايا والإصابات جراء المعارك على الأرض. نحن نتحدث حتى اللحظة عن 264 شهيدا وسط المدنيين وأكثر من 1450 جريحا وسط المدنيين فقط. هذه الاحتياط وسط المدنيين ومن المستشفيات التي وصلنا إليها. كما يعني ذكرت عدد من المواقع الإخبارية أن خدمات الإنترنت والاتصالات في ضعف وصلت إلى 2% حسب التقرير المنشور. هذا يؤدي أيضا إلى عدم تمكننا من عدد من الوصول إلى هذه المستشفيات، وأيضا التواصل ما بين الكوادر الطبية لإمكانية نزولها إلى أقرب هذه المستشفيات لسد الحوجة. نعم. طيب ماذا عن الصعوبات التي تواجهكم، ولماذا مثلا لا يمكن تأمين الأدوية؟ الآن نرى عمليات الإجلاء التي من خلالها يعني يتبين أنه من الممكن كما يتم إجلاء الرعاية الأجانب، من الممكن أن يتم تأمين الأدوية أو أبسط المستلزمات للشعب السوداني حتى يبقى على قيد الحياة. هذا هو المنطق، ولكن طرفي الصراع لا يعني لا يحتكمون الى صوت العقل. ليست بعثات دبلوماسيه فقط، منذ اليوم الثاني والثالث تم اجلاء الجنود المصريين. نحن نطالب فقط ان نعامل كسودانيين مثل ما يعامل الاجانب في السودان. يعني الايه معكوسه فقط، يعني دوما الاجانب يطالبون بحسن معاملتهم كما يعامل المواطنين الدوله، ولكن الآية انعكست تماما. نحن الآن كمواطنين نطالب بمعاملة حسنة كالتي يتلقاها الأجانب في السودان. نحن نطالب فقط بممرات آمنة، ونطالب بإمداد دواي. هذا يعني أبسط ما يعني نطالب فيه، برغم أن هذا هو منصوص عليه بكل المواثيق والقوانين الدولية. طب ألا يمكن للصحة العالمية لأي ضغط دولي أن يؤمن ذلك؟ يعني ما مناشدتكم اليوم ولمن؟ مناشدتنا بدأت منذ اليوم الأول للمجتمع الدولي بالضغط على طرفي الصراع لإيقاف هذه الحرب العبثية فورا. أيضا مناشدتنا لكل المجتمع الدولي بإرسال وأصدقاء السودان بإرسال جسور جوية وبرية وبحرية من الإمدادات الطبية والإنسانية. الوضع الإنساني في السودان يترنح ويتهاوى إلى السقوط، وضع سيء للغاية، وضع كارثي. نحن الآن انقطعت كل الإمدادات الطبية داخل ولاية الخرطوم. نحن الآن نحول عدد من المرضى إلى الولايات المجاورة. نداءنا لكل أصدقاء. نعم. تفضل إن كان لديك كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه المقابلة. ندائي الأخير لكل أصدقاء السودان أن تضعوا السودان في حدقات عيونكم، وأيضا نداءنا بالضغط على طرفي الصراع في السودان لوقف هذه الحرب العبثية فوراً.